اجي اعملته ويخش جينيس الارقام القياسيه واحط اسم البلدي في كتاب للتاريخ. هذه اول ميزه. ثاني ميزه، انا التوب هذا ما حارمي، وما هو موضوع انه عملنا توب وخلاص وكسرنا رقم قياسي، لا، احنا صنعنا منه 450 توب للايتام للاطفال. حدث زي هذا انه يذكر في جينيس الارقام القياسيه ويثبت الى اطول وقت ممكن، هذا اضافه الى مدينه جده واضافه للشباب السعودي انه قدر يحطم رقم قياسي. شخصيا ايش تتمنى نحقق في المره الجايه على المستوى العام غير الثوب غير والله انا شخصيا ودي ان كل الشعب السعودي يدخل في جنس مساعد جنس الارقام القياسيه. سؤال صعب وجوابه اصعب ويبغى له يعني شيء طويل. خلينا نخش تحديات على الاقل يعكس لنا انه كيف ممكن نتحدى، كيف ممكن نحقق ارقام قياسيه. صح يمكن في توب، يمكن التوب ده حيتقطع القماش يروح لاعمال خيريه، يمكن هذا الشيء ما يفيد المجتمع نفسه بشيء ملموس، لكن هو كشيء معنوي للمملكه العربيه السعوديه لا حقق مره شيء كبير. اليوم بدينا الرقم القياسي اللي هو اكبر زي وطني، ممكن نسميه اكبر ثوب. الرقم القياسي بيعتمد على المساحه الاجماليه للثوب. تم بدايه الرقم القياسي بدات في الامارات العربيه المتحده، تم تحطيم الرقم القياسي وصل الى باكستان، بعد ذلك وصل الى الضفه الغربيه في فلسطين، واليوم يسجل باسم المملكه العربيه السعوديه باسم شركه لومار في جده. اخذنا القياسات امس والطول الاجمالي للثوب هو 33.9 متر، العرض هو 18.5 متر، بذلك تفوق على الثوب اللي تم انتاجه في فلسطين ويصير رسميا مسجل باسم جينيس الارقام القياسيه. بالنسبه لجينيس الارقام القياسيه هو لازم تكون في معايير، لانه بيوصلنا اكثر من تقريبا 1000 طلب اسبوعيا لتسجيل ارقام قياسيه من نعم عالميا. فمن الشروط اللي ممكن اقول لك اساسيه جدا هنا شرطين. اولا رقم قياسي لازم يكون قابل للقياس، بمعنى انه يكون له طول، له عرض، له ارتفاع، عدد اشخاص، حجم معين. الشرط الثاني هو مهم جدا انه الرقم القياسي لازم يكون قابل للكسر. كل الارقام انا سالت الشباب عليها، بس في رقم التكلفه ما سالت احد، قلت ايش اسال صاحب المال؟ تكلفه التوب نفسه؟ يعني الناس بتحب التفاصيل. يعني هو انا خايف انه يعني الرقم ما يبهرهم يعني. يعني هي يعني فعليا كلفنا 40,000 ريال. تمام؟ لانه العماله من عندنا والاشياء من عندنا عارف علي، فنحن وفرنا كثير، لكن يعني كتوتال بادجت كان 300,000 ريال. رقم قياسي جديد يسجل لصالح مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. غطى هذا الحدث من جوار هذا الثوب العملاق صبري آل محمد لبرنامج ياهلا جدة.